في الريال ولا غيره مش عارف فين بيطلع يصرح ده. طيب ولا برشلونه واحنا بنتكلم بقى على المقاولين ونتكلم على اداره المهندس محمد عادل طبعا مش طبعا المقاولين طبعا متواجد معانا على الهاتف. باشمهندس ازي حضرتك؟ اهلا بيك اهلا مساء الخير تحياتنا ليك يا باشمهندس كابتن ماهر همام استاذ الشطوط. ازي صحتك؟ طمنا على المقاولين بقى بعد وجود كابتن نبيل علاء نبيل طبعا يعني واحد من المدربين المميزين ومدير قطاع ناشئين والسياسات موجوده لدى مجلس الاداره وحضراتكم طبعا في جزئيه تصعيد الناشئين. هو باشمهندس اهلا بيكم الاول ورحب طبعا بالاستاذ عصام بشتوت. ازيك يا باشمهندس؟ ازي حضرتك؟ النزيه المحترم وكابتننا العظيم كابتن بقى همام. الله يخليك يا باشمهندس. موري قناه الاهلي. ربنا يخليك يا باشمهندس. وسعداء بلقائك. ربنا يخليك يا باشمهندس. ورحب بقى نتكلم طبعا المقاولين. احنا من هم ضمن اهدافنا دايما هي تصعيد مجموعه من الناشئين ودايما بنعد لهذا الكلام اعداد يعني مستمر وبصفه مستمره ومهتمين بهذا القطاع جامد خصوصا احنا لدينا فعلا مجموعه من اللعيبه اللي هتظهر خلال الفتره القادمه فعلا مجموعه من الشباب الواعي اللي ممكن يبقى لهم مستقبل كويس وامور سلسه. وكان من ضمن سياستنا ان احنا لابد ان احنا نعتمد اخر قبل اخر السنه نكون صعدنا من الناشئين. الكابتن هو ده يعني راجل مشكورا قابل عليه عمل جهد طويلته في السنه يمكن كان بيطمع والظروف ساعدته في بدايه السنه انه يقدر يوصل للمربع الثالث او يوصل لافريقيا بوجه عام وكان ده طموح عنده ويسعى اليه ولكن الظروف ما ساعدته وبالتالي كان حريص يمكن اكثر انه ما يديش فرصه للناشئين خوفا بالدوام ما يوصلش. طب هو الطموح كان موجود بالنسبه لكابتن عوده حضرتك بتتكلم بالنسبه هل كان اكيد موجود برضه بالنسبه لمجلس الاداره اكيد يا باشمهندس موجود حضرتك يعني موجود يا كابتن حضرتك بتقول لي ان كابتن محمد عوده كان عنده طموح وتارجت وهو كان واعد حضراتكم بالوصول للمربع الذهبي بالتالي بالاشتراك في البطولات الافريقيه ده بالاشتراك طبعا مع مجلس الاداره بالظبط يعني عدم الوصول للهدف ده والتارجت ده كان سبب من الاسباب ان كابتن محمد عوده يعتذر عن استكمال المشوار مع فريق المقاولين ده هو السبب الرئيسي طبعا ان هو كان ده اتفاقه مع مجلس الاداره ويمكن رغم النتائج ما ساعدتش في الدور الثاني كان منتظر لانه اكثر من مره الفصل الدور الثاني تحديدا بالذات بدا يقلق جامد وبدا يفكر ان هو ما يكملش يعطي الفرصه لحد اخر لانه برضه كان عنده امل يمكن يقدر يعوض في الكاس ما حدث في الدوري. طيب بعد مباراه الكاس الاخيره حس فعلا ان هو ما حققش الهدف اللي متفق عليه مع المجلس وبالتالي اعتذر على القياده. طيب الاهداف اللي مع كابتن علاء نبيل بقى يا باشمهندس هل اولا كابتن علاء نبيل متواجد لغايه نهايه الموسم ولا مكمل كمان مع نادي المقاولين والاهداف اللي حاططها مجلس اداره مع كابتن علاء نبيل؟ هو طبعا نكمل بعد نهايه الموسم ده قرار هيبقى معاه خلال الفتره القادمه خلال الفريق ثلاث ماتشات اللي هو الماتش اللي فات والماتشين الجايين على اساس الاهداف اللي محطوطه ندي فرصه كامله لمجموعه الناشئين اختبر بقيه اللعيبه اللي موجوده في الفريق اللي ما لعبتش هل ممكن تستمر او لا تستمر يختار برضو المجموعه خلال الفتره دي ممكن يضمها الفريق سواء من الانديه الاخرى الدوري الممتاز او دوري الدرجات بعد هذا هو القرار اخيرا هل هيقدر يكمل ويبدا مع الفريق الاول او التالي حياته في قطاع الناشئين او هيعود قطاع الناشئين وبندور ونحن عن مدرب الفريق الاول. طب في ليكم يا باشمهندس اكيد نادي المقاولين زي ما احنا بنتكلم كده الجزء الاداري ما شاء الله دائما مميز جدا الجزء الفني بقى بالنسبه لقطاع الناشئين ان حضراتكم السياسات اللي موجوده دلوقتي ان انتوا عايزين صلاح جديد وعايزين نن جديد انا تقريبا انتوا عندكم احتفاليه بكره يا باشمهندس على شرف ترشيح محمد صلاح لاحسن لاعب في الدوري الانجليزي تقريبا ولا انا غلطان؟ يكرمه ان شاء الله وده شرف لمصر كلها لما بيعملوا محمد صلاح
عمل دعايه لمصر لم تحدث في تاريخها، وبالتالي احنا بنقدر قيمه لاعبي كره القدم الكابتن محمد فاروق اللي بيعملوه فعلا يستحق. محمد صلاح عامل لمصر دعايه اكثر من اي شيء ممكن تتخيله يعني. صحيح، وبالتالي احنا سعداء بهذا جدا لانه شرف مصر وشرف لينا. وبعدين اتكلمنا عن الاداره، احنا بنتكلم قناه مدرسه الاداره، الاداره في الاهلي يعني بنعتبرها من الادارات دايما اللي بنحب نحاول جميع يقتدي بيها. ربنا يوفقكم، وانا شاكر جدا وسعيد باللقاء مع عزيزي. ربنا يخليك. لكن احتفاليه بكره موجوده فعلا يا باشمهندس؟ ها ان شاء الله. ان شاء الله توفيق ليكم يا باشمهندس محمد عادل، طبعا مشرف عام على كره قدم بنادي المقاولين. يمكن واضح جدا انه